أخبار كتير مهمة الحقيقة النهاردة، ومعانا كمان حاجات كتير نتابعها. يلا بينا نبدأ بقى على طول من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللي بيخوض مرانو الختامي في 6 مساء اليوم استعدادا لمواجهة أوراوا الياباني. المباراة هتقام غدا الجمعة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية. طبعا البطولة مقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق منح لاعبي الأهلي راحة من المران أمس الأربعاء تجنبا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث. وسيخوض الأهلي مرانو الأخير مساء اليوم على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الخميس سيكون مفتوح لوسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة كما جرت العادة يعني، ودي وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية. وهتحدث بعض لاعبي الفريق لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق الفريق قبل انطلاق المران الجماعي للفريق. وهيلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني في 4:30 عصرا غدا الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة. نروح زي ما حضراتكم شايفين كده معانا هو البعثة بالكامل، وادي أتوبيس الفريق. الفريق زي ما حضراتكم عارفين بيخرج من فترة كويسة جدا، مباراتين أقوية جدا، شكل الفرقة كويس قوي، شكل الفرقة عالمي بصرف النظر عن نتيجة اللقاء الأخير طبعا، لكن أنت أديت مباراتين أقوية جدا، شكل الفرقة ممتاز، إدارة المباراتين كان ممتاز، اللعيبة ظهروا بمظهر يليق باسم النادي الأهلي. كان نفسنا نوصل فاينل طبعا، ولكن سوء حظ فظيع في المباراة الثانية. طبعا الفريق البرازيلي اللي احنا كنا بنلعبه فريق قوي وفريق، وطبعا فريق ليه نجوم كتير موجودين.